الأوراق الميتة أول فيلم سينمائي للمخرج الشاب يونس الرجاب، فيلم من نوع السيكودراما يعرض في إطار المسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم الوطني بطنجة. الرسالة اللي بالموازاة مع الموضوع وهي اليهودية مدام السرفاتي اللي هي يهودية مغربية. أولا بغيت نهضر على لا توليرونس ما بين كيفاش تتعايشوا المغاربة مع مسلمين مع مغاربة يهود. اون بليس دو سا سميتها مدام السرفاتي غير باش جون اوماج ابراهام السرفاتي الله يرحمه اللي كان ان جويف اونتيسيونيست وهي كانت لعبه لا جويف اونتيسيونيست. هادو باغمي لي ميساج، مي كاين بزاف ديال لي ميساج. مثلا غير تنشوفوا الصديقه ديال مدام السرفاتي اللي دايره الزيف وتتقول هذه الصديقه الوحده اللي نثق فيها، هذا ستا ميساج. بلوس لو رول ديال زهره اللي هو لو رول برينسيبال، داك الطموح تاعها وداك الصبر ديالها وداك باغا توصل لشي حاجه مالغري لي بروبليم ديالها. اختاريت مدينه افران حيت في الكتابه ديال الفيلم حسيت بواحد الهدوء، حسيت بواحد الجمال وواحد لا فلويديتي دونك، وبغيت ان ديكور كي كوريسبوندون هاد لو كونتوني. دونك تنقول المدينه الوحيده اللي فيها هادشي هو مدينه افران، وانا تنموت على لوطون، ولوطون ما بقاش عندنا في المغرب. المدينه افران بوحدها اللي فيها لوطون تنشوفوا لي في مورت، بحكم لو تيتر تاع الفيلم سميتو لي في مورت. انا شي شويه خاصنا نمشيو. تجربتي من خلال الفيلم اللي تيحمل واللي يلاه شفتو اللي تيحمل العنوان ديال الاوراق الميته، تجربه ما كانتش سهله. يعني شخصيه باش نركبها طلبت مني واحد المجهود كبير وكبير بزاف، مجهود مضني ماشي من السهل يعني تادي واحد الشخصيه في هاد القالب هذا. وحنا في اطار فعاليه المهرجان الوطني في الدوره 16 وداخلين للمنافسه، فنتمنى ان هذا الفيلم يلقى اقبال عند الجمهور ان شاء الله. ولما لا يعني الفيلم ياخذ جوائز، احنا في اطار منافسه. يروي الفيلم قصه فتاه تعمل بمعهد موسيقي وتعاني اضطرابات نفسيه ترتكب على اثرها جريمتي قتل، ليبدا البحث البوليسي في اطار من التشويق.